آخر التطورات صفقة انتقال رحيم ستيرلينج إلى تشيلسي. أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن قرب نادي تشيلسي من حسم صفقة التعاقد مع الدول الإنجليزي رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة. تشيلسي يقترب من حسم الصفقة والتعاقد مع رحيم ستيرلينج، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن تشيلسي ومانشستر سيتي يناقشون التفاصيل الأخيرة في صفقة ستيرلينج من أجل حسم التعاقد في ظل رغبة الثنائي في تدعيم صفوفهم خلال ميركاتو الصيف الحالي. ومن المقرر أن تصل القيمة التسويقية لدعم اللاعب حوالي 45 مليون يورو، مع وجود 10 مليون يورو كمتغيرات تدفع للاعب بعد المشاركة بشكل أساسي مع الفريق وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو لقب الدوري أبطال أوروبا، مع عقد يمتد إلى صيف 2028. تشيلسي يقترب أكثر من حسم صفقة رحيم ستيرلينج، ويأمل أن يتعاقد معه في الأيام والأسابيع المقبلة، في ظل أن رحيم ستيرلينج كذلك يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي بعدما يلاحظ أنه لم يبقى اللاعب الأساسي في خطة بيب غوارديولا. ومانشستر سيتي تعاقد مع مهاجمين مثل هالاند وألفاريز، لهذا رحيم ستيرلينج يرغب في مغادرة السيتي هذا الصيف. وتشيلسي يقترب من حسم الصفقة، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة في الأسبوع المقبل بشكل رسمي، وأن يكون رحيم ستيرلينج لاعبا جديدا لفريق تشيلسي. طبعا هذا هو كل ما لدينا في آخر تطورات انتقال رحيم ستيرلينج إلى تشيلسي. فلا تنسى الاشتراك ولايك فيديو جديد، وإلى اللقاء.